تساهم وزارة الداخلية بكوادرها الأمنية في مهام حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إيمانا منها بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين في مناطق الصراعات والنزاعات على مستوى العالم، لتحتل مصر بتلك المشاركات خلال عام 2021 المرتبة الثالثة بين أكثر الدول مشاركة بعناصر شرطية في تلك المهام السلمية الدولية. مساهمات الوزارة لم تقتصر على عناصرها، بل امتدت إلى إنشاء المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، لتدريب وإعداد الكوادر الشرطية للمشاركة في مهام حفظ السلام. أنشئ المركز على مساحة 14700 متر مربع، ومجهز بكافة الإمكانات العلمية والتدريبية. المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بيأهلنا للمشاركة في مأموريات حفظ السلام من خلال دورات تدريبية وورش عمل وبرامج تخصصية، وخاصة أن الأمم المتحدة بتولي اهتمام كبير بمشاركة العناصر النسائية في مأموريات حفظ السلام. Female peacekeepers act as role models, inspiring both women and girls to push for their own rights and for participation in peacekeeping operations. حيث يضم المركز 12 قاعة تدريبية مختلفة المساحات ذات أغراض علمية وتدريبية متعددة ومتنوعة، ومزودة بشاشات ذكية وأجهزة ترجمة فورية، كما يضم قاعتين للتدريب على برامج وتطبيقات الحاسب الآلي مزودتين بإنترنت فائق السرعة. المركز يحتوي على مكتبة ورقية ورقمية غنية بأحدث الإصدارات والأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية. بين جنبات المركز توجد قاعة مؤتمرات واحتفالات رئيسية تتسع لمئتي شخص، ومجهزة بأحدث أجهزة الصوتيات والترجمة، وقاعة رئيسية للاجتماعات مزودة بوسائل تكنولوجية حديثة. كما يضم المركز صالون لاستقبال كبار الشخصيات. وروعي عند إنشاء المركز الجانبين المهاري والبدني في إعداد الكوادر الأمنية المشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية، حيث يضم صالة للألعاب الرياضية وميدان خارجي للتدريب العملي واجتياز الموانئ. كما يضم المركز ملعبا خماسيا لكرة القدم، ويشمل المركز ميدانين رئيسيين هما ميدان الرماية المغلق أنشئ وفقا لأحدث المعايير الدولية للأمن والسلامة، وميدان للتدريب على قيادة سيارات الدفع الرباعي في المناطق الوعرة والظروف المناخية المختلفة. المركز يضمن ميادين تدريبية على أعلى مستوى مجهزة وفق أحدث المعايير اللي بتحاكي الواقع. ده اللي بيأهل الضباط على التعامل الجيد في جميع الظروف المختلفة التي يواجهها في دول النزاعات. ويوفر المركز إقامة متميزة للمتدربين، تقدم لهم خدمات فندقية متنوعة، كما يوجد به عيادة طبية مجهزة للتعامل مع حالات الطوارئ. ويتواصل بإنشاء هذا المركز إسهامات مصر الدولية لتهيئة وتدريب الكوادر الأمنية الوطنية والدولية لأداء مهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين بكل كفاءة وفاعلية.